أعلنت منظمة التجارة العالمية تشكيل لجنة للتعامل مع الخلاف بين الصين والاتحاد الأوروبي بشأن تجارة منتجات الصلب المسحوب وأنواع محددة من الحديد. وتقول الصين إن إجراءات مكافحة الإغراء التي فرضها الاتحاد الأوروبي على منتجات الصلب المسحوب الواردة من الصين غير قانونية ووفقا لقواعد التجارة الدولية. من ناحيته قال الاتحاد الأوروبي الذي لم يحاول عرقلة تشكيل اللجنة إن إجراءاتها لمكافحة الإغراق كانت بهدف محاربة التجارة غير النزيهة وليست إجراءات حمائية. يذكر أن الصين ثاني أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة.